ده الجزء الثاني اللي بنحكي فيه عن الرفيق جوزيف ستالين. تعالوا نحكي الحكاية. في الفيديو اللي فات حكينا عن تكوين الشخصية العدوانية اللي بتحب العنف. ده كان اسلوب ستالين عامة في الحياة، يعني زي ما قلنا كده هو مش هيدخل في نقاش ومش هيتعب نفسه في انه يحاول يقنعك بوجهة نظره ويعبر عن نفسه. هو اصلا شخص ما كانش بيحب يتكلم خالص، كان بيحب يسمع اكتر ما بيتكلم. ففكرة ان هو يتناقش معاك وندخل في خلافه ليه؟ ما انا ممكن اموت اللي قدامي، يعني ان انا ممكن اهدر طاقة في نقاش وهات وخده وبتاع، يعني كده. شخصية لانن ما كانتش شخصية سلامية، يعني ما كانش ماشي بيدعو للسلام. لانن كان فيه جزء قوي جدا عنيف برضو. ففكرة انه لانن يبتدي يستشعر الخطر من شخصية ستالين في انه لا يا جماعة الراجل ده عنيف بزيادة، او الارهاب عنده وسيلة للحصول على الحاجات فخدوا بالكو، بدأ ناقوس الخطر يرن عند لانن. خصوصا انه لانن في اواخر ايامه هو كان جليس فراش، يعني هو عانى من المرض فكان فيه صراعات وكان جليس فراش فترة يعني، ف كان بيوصل له افعال ستالين. وفكرة ان القائد لما بيتعب وانه حد يستشعر ضعف لانن في انه خلاص، هو في اوقات كتير ما كانش بيقدر ان هو يتكلم، يعني كان بالاشارة او بحركة عينه. ففكرة انه القائد اللي هو المفروض مسيطر وفي السلطة تعب وخلاص راحت عليه، فبيبتدي اللي في نفسه شيء بقى واللي هو عينه على السلطة وعايز يحصل عليها بيبتدي يتوسع ويزيد العنف بتاعه والإرهاب في حصوله على الأشياء. خلاص مفيش حد هيعرف يوقفه. تاريخيا ومع شريط الأحداث كده احنا لما بنبص هنلاقي انه كل ما لانن يبقى محتاج ان هو ما يكونش موجود في المشهد، منفي، مسجون، هربان، اي حاجة يعني من قبل قيام كمان الثورة الروسية، كان اللي بينوب عنه هو تروتسكي. فطبعا لما يكون ستالين قاعد متربص وعينه على السلطة والحكم، تروتسكي هيكون عدو اللدود. قبل وفاة لانن بسنة كتب مذكرة بيحذر فيها أعضاء الحزب البولشيفي إنه لو ما أخدتوش بالكو من خطورة ستالين على تروتسكي أو إنه الاتنين يقفوا قصاد بعض، وحذر تاني من وجود سلطة في إيد ستالين. قالها بمنتهى الوضوح انه ستالين خطر على وحدة الحزب وهيدمر كل شيء احنا عملناه، خدوا بالكم منه. واكد كويس قوي انه ستالين يبعد عن تروتسكي، ستالين خطر. النار اكلت في ستالين جامد، وطبعا غار واتضايق جدا من لانن، بس ما يقدرش، يعني ده لانن. فراح جورجيا وقرر ان هو يطلع غله ده في ان هو ينكل باصدقاء قدام، رفضهم من وظائفهم، تسبب لهم في مشاكل، عمل شوشرة. القلق ده كله وصل لمرات لانن، والمرات لانن وصلت الكلام ده للانن نفسه. لانن لما عرف اشمئز اكتر من ستالين، وكل اللي هو شايفه بيكون واضح اكتر واكتر، خصوصا انه لانن في وقت ضعف دلوقتي وقت مرضه. ستالين عرف ان مرات لانن وصلت اللي حصل. يسكت ستالين؟ لا، احنا عارفين ان هو صدامي وفجأة لدرجة الوقاحة. يكلم مرات لانن في التليفون ويقل أدبه عليها في موشح تهزيق ملوش آخر. تسكت مرات لانن؟ أبداً، تروح تحكي لانن اللي ستالين عمله فيها في التليفون. يسكت لانن؟ إطلاقاً، يمسك لانن ستالين يشتمه ويوبخه ويكتب له مذكرة تانية، انت ازاي حيوان بتكلم مراتي بالطريقة اللي انت كلمتها بيها دي، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لانن بست في ستالين، ما خلاش في وشه مكان ما ضربوش فيه، وكتب مذكرة. ما هو بقى هيهري مذكرات بقى الراجل، يا حبيبي جليس فراش، فانا ما هموتكم مذكرات لحد ما تفتصوا مني، انا هفتص منكم وهشوف لكم حل. قال لهم تاني استبعدوا المخلوق ده ورشحوا لي حد كويس عنده اخلاص، ملوش في النزوات النسائية اللي فطحانة وجايبه لنا الكلام، مش عنيف وكويس مع الناس وبيحسن التصرف بشكل عقلاني مش عدواني وعنيف زي المدعو ستالين. وحذر تاني من علاقة ستالين بتروتسكي، خطر خطر، خلي بالكم من ستالين هيعمله في تروتسكي، الراجل كان قلبه حاسس يا عيني. ستالين لسه هيفوق لتروتسكي، مش وقته دلوقتي، احنا المهم ان احنا نخلص من لانن ده ونشوف اخره ايه بمذكراته اللي عرفنا بيها دي. طبعا مش هخبي عليكم، المذكرات دي اتلغت تماما واتنسفت من الوجود، ما كانش في حد لقيها، وظهرت تاني سنة 1956. طبعا احنا فاهمين مين اللي ورا
إخفاء هذه المذكرات. مات لينين سنة 1924 بسبب نزيف في المخ. أول حاجة ستالين عملها إنه ما بلغش تروتسكي بميعاد الجنازة. عليك واحد. قال له ميعاد جنازة تاني خالص عشان ما يجيش وما يظهرش. وبالفعل تروتسكي ما حضرش الجنازة. وقف ستالين في الجنازة قعد يتكلم على الأب القائد لينين اللي مش عارفين احنا ازاي هنعيش من بعده. طبعا ما ذكرش ان هم كانوا ماسكين في بعضه ولينين ما خلاش في وشه مكان ما ضربوش فيه، والتاني قال ادبه على مراته وكانوا مقطعين بعض، بس لازم كان يدي الخطاب ويظهر بالصورة دي علشان يبان ان هو الوريث الوحيد للعرش والنائب الوحيد. وتروتسكي ما حضرش. في حد عنده اعتراض انه ستالين هو اللي يمسك مكان لينين؟ مين اللي كانت متفرجة على الموقف وعارفة كل خباياه وقرت المذكرات وشايفة ايه اللي بيحصل وجوزها اكل ودانها في موضوع تروتسكي وستالين ده؟ مرات لينين. طبعا الست قعدت تناوش فيه وهو يا ستي سكوتي يا ستي بس يا ستي ما مش عايزة اتغاب عليكي. واحنا عارفين تاني نقولها تاني وعاشر، ستالين مؤمن بانه الموت حل لكل المشكلات. انا هنا بعد ما عرفت المناوشات بتاعت مرات لينين لستالين دي عملت بوست كده وقلت انا لازم اعرف الست دي ماتت ازاي. اصلها باترن، يعني هي اكيد ما ماتتش موتة طبيعية. واللي خمنته ولقيته، الست في عيد ميلادها السبعين ستالين احتفل معاها، احتفل على طريقته، سمها ست عندها سبعين سنة. ممكن ليه حد يبقى عايز يموتها؟ اكيد مش بتشكل عليه خطر، بس هي ليه تعيش؟ ليه تعيش لما ممكن تموت مسمومة؟ يعني يا ريته مثلا ضربها رصاصه ما بين حواجبها وخلص. لا انا هعذبك عشان انت غلستي عليا بما فيه كفايه وانا مخنوق منك، موتي بقى. قلنا انه ستالين عنده عقده نابليون، نابليون الكومبلكس ده، وتروتسكي راجل كان اكاديمي اكسلانس كده في نفسه، يعني اللي هو بيتكلم كده من الصفوه يعني، وذكي جدا وسوفيستيكيتد بتنك قوي في نفسه. وناحية تانية الراجل التاني ده عنيف وعنده مشاكل احساس بالانفيريوريتي، يعني نقص انه انا. فطبعا تروتسكي كان عامل عقدة، خصوصا ان تروتسكي تعامله معاه كان فيه شوية انه مش شايفك انت مين، معلش يعني انا من ايام البولشيفيك والمنشيفيك والجيش الاحمر، ويعني ده معلش انت كنت بتعمل ايه؟ فهمني، عرفني بنفسك. فالتاني زي ما قلنا بيقتل المشكله وصاحبها، يعني انت هتحسسني بنقص وهتلعب لي على مشاكلي النفسيه، ما موتك انت هتيجي احسن من مرات لينين في ايه؟ بس طبعا مرات لينين هي كانت دور ثانوي برضو، يعني ما هياش حد معاهم في يعني هي مرات لينين، لكن تروتسكي كان له دور في الحزب البولشيفي قوي وواضح جدا، فكان لازم الحقيقه ان هو يخطط شويه، يعمل شوية اجتهاد فكري، يعني مش اللي هو كات ماتت وخلاص. لا كان لازم تروتسكي يتعب معاه شوية والشريط الأحداث يطول منه. أول برضو احنا محتاجين نفهم شوية الموضوع ماشي ازاي. يعني هو تروتسكي كان عضو مهم ونائب عن لينين ومشي المشوار من أوله، لكن ستالين كان ذكي جدا جدا، يعني بيخطط صح. وظيفة سكرتير العام للحزب دي وظيفة إدارية مملة قوي، والناس كانت بتنفر من اللي هو إيه الخنقة دي، أنا هقعد بقى لكل تفصيلة. ستالين حبها قوي لأنه سكرتير الحزب أنت هتبقى راصد كل تفصيل الحزب، بالأعضاء، بالاجتماعات، بالأحداث، بمراقبة المشهد، أنت قاعد جوه أنت ماسك المطبخ، أنت جوه الكواليس قوي. فمن هنا ستالين كان عارف يتحكم، ما هواش عضو عادي مش عارف ايه اللي بيحصل، ده عارف اللي بيحصل وهو اصلا اللي بيخطط. الموضوع بيبتدي من عنده، انت سكرتير حزب كل صغيرة وكبيرة بتكون عندك، ولاء الاعضاء بيكون ليك، لانه هو ممكن على مزاجه يستبعد اعضاء ويقرب اعضاء ويفتن على حد ويودي حد في داهية، بيتلاعب كتير قوي. ففكرة الوظيفة اللي الناس كانت بتهرب منها علشان وظيفة ادارية مملة، ستالين حبها جدا لانه هي دي اللي وصلته لان هو يمسك السلطة. في اجتماع للحزب وقف ستالين قدام تروتسكي وحصل بالظبط تنبؤات لينين قبل ما يموت، اشتبكوا مع بعض واتعنفوا على بعض، وبعدين ستالين لفق
بتخابر وهمي لتروتسكي. تروتسكي حاول ان هو يدافع عن نفسه، بدأوا الأعضاء ينشقوا، مين مع تروتسكي ومين مع ستالين. وبعدين الأغلبية خافت من ستالين لأنه ستالين مش الشخصية اللي هتخبي عليك، يعني اللي هو هيتلون. لا، ما هو بصراحة كان صريح، اللي هو كان عنيف واضح، إرهابي صرف. فالناس طبعا كانت فاهمة ازاي ستالين ممكن يلجأ إلى العنف، اللي هو أي حد هيقف مع تروتسكي هيروح مع تروتسكي، وكلهم كانوا عارفين تروتسكي راح فين، ده هيتفسح. في نص الليل البوليس طلع أخد تروتسكي وجم علشان يشحنوه، اتحكم عليه بالنفي لأنه خاين متآمر. فالبوليس جه يعمل كده، ابن تروتسكي استغاث بالشعب، الشعب بيحب تروتسكي، وقفوا يدافعوا عن تروتسكي، فمنعوا البوليس، البوليس رجعوا تاني البيت. وبعدين تاني يوم في الخفاء بسرعة كلفته تروتسكي، حطوه في قطر شحنوه بره البلد واتنفى. الموت أسهل حاجة لستالين، بس هو تاني الموضوع لسه في البداية، يعني هو لسه في بداية الحكم، فهو مش يعني مش بالغشومية، هو غشيم بس هو ذكي. يعني هو مش هيبتديها قتل، يعني تروتسكي ما كانش على طول قتل كده، لا لا خالص، ما نفسحه شوية، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لحد ما هو يثبت دامه في الحكم ويتمكن من السلطة. فهو الأول اتنفى لسيبيريا، تروتسكي اتنفى لسيبيريا وبعدين تركيا، وبعدين أجبر على الإقامة في نيجيريا سنة 35. وفي سنة 36 تحت ضغط من السوفيتي أجبر إن هو يعمل لجوء للمكسيك. وطبعا في الفترة دي خصوصا من سنة 36 ل 38 حصلت محاكمة له غيابيا، هو ما كانش موجود، ان هو متآمر وخاين وكان من معارضة الأحزاب الشيوعية، يعني لفقوا له بقى، يعني كانت حفلة كده وقعدوا بقى حكموه وهو راجل مش موجود وظبطوه، مع ان هو في الآخر يعني تم اغتياله عادي. احنا حكينا موضوع اغتياله ده سنة 1940 على ايد ايجنت تبع ستالين، برضو الراجل عمل مجهود وراح وعمل فيها صاحبه يعني واداله الامان وبتاع، بعدين في الاخر قتله بغدر. ماذا عن الجانب الحنين في حياة ستالين، يعني الانثى بقى الرومانسية؟ ما هو اكيد الراجل ده مش صلب كده، مش رجل حديدي بجد، يعني اكيد في حتة كده سوفت سبوت كده، اي حاجة يقول اي حاجة. طب عياله، طيب طب بيقول ايه، يعني ما لازم برضو نفهم، ما اكيد هو مش حديدي طول الوقت، هو حديدي طول الوقت للأسف. ستالين اتجوز سنة 1906، هو قابل مراته الاولانية دي 1905 واتجوزها 1906، وهي برضو اسمها ايكاترينا على اسم مامته، مش عارفة من قلة الأسامي ولا إيه، بس ما علينا، يعني يكاترينا، وخلفت منه طفل اسمه ياكوف. ياكوف ده اللي هو اللي الألمان أثروه، فلما أثروه بلغوا ستالين، احنا أثرنا ابنك، طبعا ده إنجاز، يعني اللي هو إيه، احنا أثرنا ابنك، هات اللي عندك. فقال لهم أنا ما عنديش ولاد، فاللي هو يعني متخيلة الرد فعل مثلا. فقالوا له طيب احنا هنبدله بجنرال الماني، ما هو فلست كبده، ما لازم يساوموا، دي فرصه رهيبه يعني. فقال لهم لا، ما ببدلش جندي بجنرال، ابنه كده وضناه، ما عندناش الحاجات دي، مش هبدل بقى. ما اعرفش ياكوف كان عارف طبيعه باباه ولا ايه اللي حصل يعني، بس وهو ماشي كده لقى سلك مكهرب، ف راح اترمى عليه. في ناس بتقول ان يعني مصادر ناس ايه مصادر بتقول ان هو كان عايز يهرب، وفي مصادر تانية بتقول لا ده كان عايز ينتحر. المهم هو تقريبا سلك شائك بتاع المعسكر يعني، فراح اترمى عليه. ففي لقطة ان هو بيجري منهم ده راحوا ضربوه، الالمان ضربوه بالنار، بس هو اصلا كان مات من الكهرباء قبل ما يضرب بالنار. المهم اللي يهمنا في الموضوع ده يعني الله يرحمه يعني، بس اللي يهمنا في الموضوع ده ابوه اللي هو ما عنديش ولاد بالاسم ده، اتس اوكي كملوا عادي، حرب حربنا، حفلتنا مزجتنا، احنا هنكمل، مش هبدل انا، تقولوا لي ابني ما عنديش ولاد. قبل ما ياكوف يكبر، هي اصلا مراته ام ياكوف كاترينا دي ماتت من مرض التايفس، فهو الحقيقه اتأثر، الحمد لله ستالين اتأثر. بس قال جملة غريبة جدا، قال انه حاجة كده مقولة يعني مشهورة بشوفها كتير على الانترنت، ان هو يعني المخلوقة دي حولت قلبي الحجر،
الراجل معترف ان قلبه حجر، حولته من حجر لقلبه كده، بس مع موتها ماتت كل المشاعر الدافئة تجاه الإنسانية. وصدق. بصوا يعني انا عجباني السلكان، يعني الراجل مواجه نفسه، فيه سيلف اويرنس، مش بيحاول يزوق حقيقته، هو كده وعارف وبيقول. ف تقف محتار اللي هو اوكي طالما هو عارف تمام. بعد وفاة كاترينا بقت علاقاته النسائية متعددة، بس علاقات جسدية خالية من اي عاطفة زي الراجل ما قال، مفيش حاجة خالص. بعد كده برضو كان في المنفى منهم علاقة تعتبر طفلة اسمها ليديا، عندها 13 سنة، خلفت منه طفلة، وبعدين الطفلة دي توفت، وبعدين خلفت منه طفل اسمه ألكسندر اتولد. يعني يوكوف كان سنة 1907، ألكسندر بعدها بعشر سنين كان 1917. ف 1917 ده وقت الثورة الروسية، فيعني سابها طبعا وخلع. هو الراجل شقيان وثورة ومنفى وسجن وكده، في الاخر هيقعد يعني هيقعد يربي ابنه مثلا في المنفى؟ اكيد لا، يعني ربي انتي، شوفي حد تاني ربيه. تمام. ألكسندر بعد كده يعني اللي رباه راجل صياد، اتجوز ليديا وتبنى ألكسندر ورباه، فستالين ما كانش ليه علاقة بألكسندر. اتجوز تاني في 1919 من سيدة اسمها نادية، وخلف منها طفلين. نادية كانت سيدة مستقلة يعني، ودماغها حلوة جدا وعارفة تقرأ المشاهد، فكانت شايفة ايه اللي بيحصل. في مرة من المرات قاعدين بيتعشوا، هنبقى نحكي ايه يعني في فترة حكم، وبقى في الفيديو جاي هنحكي ايه اللي استفز نادية في ان هي تعمل اللي عملته ده، بس احنا هنقول اللي عملته. قاعدين بيتعشوا، ففجأة هي راحت قايمة انفعلت على ستالين وزعقت واتهمته بان هو مستبد وظالم، واللي هو بيعمله ده مش انساني وحاجات كده. وطبعا هي ست واعيه مدركه يعني، فهي عارفه اللي هي عملته ده الليجل، والعواقب مش هتكون كويسه خالص. فبيدي لبيدي عمرو دخلت اخذت المسدس وضربت نفسها وقعت في الارض وخلاص. يعني ما هي عارفه يعني اصلي انا بزعق في ستالين، يا هيقتلني يا هيقتلني، فانا قتلني. وبرده لحد بيقرا باحث بيشوف ضميره صحي، حس بالذنب، مراته موتت نفسها انتحرت بسببه، هيحس بحاجه؟ ها هيحس؟ لا ما حسش بحاجه خالص، قفش عليها، زعل منها جدا وحطها في مكانه الخونه. تاني خاينه عشان هي اللي موتت نفسها، ولا هي خاينه عشان عملت ايه؟ ما هو انت اكيد كنت هتموتها يعني، ما انت اكيد فكره ان هي تقوم تزعق لك، انت تقريبا كنت جعان وبديت العشاء عن قتلها مثلا، او مش بتحب الدم مع الاكل في حاجه، بس انت اكيد كنت هتموتها. فالست انجزت يعني، قالت قبل ما تخلص هي تخلص يعني. فسبب القفش ايه انا مش فاهمه، بس هو قفش عليها جدا، وبعدين خرج قال للناس جالها انفجار في الزايده ماتت، وشيلوا الميتين اللي هنا بس. وعاش بقى كسنجل فاذر، بس طبعا يعني ما ينفعش خالص، علاقاته النسائيه يعني كانت حاجه معروفه عنه، شويه مع مغنيه اوبرا، شويه مع راقصه باليه، يعني الموضوع كان معروف جدا جدا. وفي الفتره الاخيره كان على علاقه بمديره منزله فالنتينا، وبرده ما اظنش ان الموضوع يعني عاطفي خالص، هو بس بيأمن على اكله والادويه، لانه ستالين كان بارانويد جدا، كان بيشك في الناس كلها، ففكره انه حد بيقدم له اكل وادويه وممكن يتسم، واللي هو بيعمله في الناس يتعمل فيه والحاجات دي، كان لازم يأمن لفالنتينا. فهو قبل ما يتوفى كان على علاقه بمديره منزله فالنتينا. في الفيديو جاي ان شاء الله هنتكلم عن فترة حكم ستالين كانت عاملة ازاي، وهل او كيف طبق مبادئ الشيوعية والحاجات اللي هو اتغذى عليها فكريا من صغره، وهل مدرسته كانت شبه مدرسة لينين ولا لا. وبعد كده هنتكلم على وفاة ستالين، ودي اكتر حتة انا متحمسة لها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.